مساء الفل، نورتونا. النهاردة جاي لكم يعتبر في آخر أسبوع من السنة، عايزة أكلمكم فيه عن حاجة مهمة قوي، عن المبادئ. المبادئ اللي هي لو خانتنا كل حاجة، اللي متربي على مبدأ عمره ما يخونه. مساء الخير يا أيمن، مساء النور يا نور، عامل إيه، أخبارك؟ الحمد لله نورتونا وكل سنة طيبين، وبهني الإخوة الأقباط بأعيادهم، وكل سنة وهم بخير دايما وطيبين علينا يا رب. وبقول المبادئ موضوع كبير هنناقش فيه النهاردة جزء على قد ما نقدر، عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها. المبادئ بقت حاجة قليلة قوي اللي حد محافظ عليها وماسك فيها قوي، يمكن في ظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لا يا أيمن، بس ما المبادئ ما بتتجزأش. انا معاكي، بس في ظروف ممكن تخليك تخلي البني ادم يحاول يغير جزء من مبادئه، بس احنا ضد ده، مش معايا، احنا ما بنقيلوش. مش عارف يا نور اقول لك، بس في قصص كتير بخصوص الموضوع ده. مبدأك إيه في الحياة يا أيمن؟ مبدئي ان احنا نحاول بقدر الامكان، او مبدأ انا ان انا احاول اخلي الناس كلها تحبني، ففي الحاله دي يبقى انا لازم اكون بني ادم سوي. بحاول ان انا اكون سوي، بحاول ان انا اكون حد الناس تحبه، بقدر الامكان احافظ على كل الاصول، كل الحاجات اللي ممكن تخليني امشي كويس، الناس كلها تأيدني. المبدأ بتاعي ان انا امشي على خط مستقيم. تمام، خلينا مبدأنا في نهاية 2019 إن إحنا نعيش الحياة، نعيش الحياة بكل حروفها، نبعد عن المخاوف كلها. الأيام اللي فاتت أو السنة اللي فاتت شفنا كتير قوي ناس كانت بتنتحر، ومشاكل وصراعات وحاجات، يعني زي ما بيقولوا كده ياندا لها الجبين. يا جماعة عايزين نرجع للزمن الجميل، عايزين نبدأ 2020 وإحنا فعلاً واي واحنا فعلا واقفين على نقطة بنقول ان كل الخلافات راحت وكل الزعل راح وكل الحزن راح، ونبدأ حياة جديدة، حياة بتملاها الفرحة، بتملاها الامل. اللي تعب وزعل وجاله حزن في 2019 بنقول له ارميه ورا ظهرك، حاول ان انت من الوجع والزعل ده تقوى، حاول ان انت تمشي خطوة لقدام. لو حد مدلك ايده، خد ايدك بايده وامشي معاه. لو حد رمى ايدك وسابها ما تبصش وراك ليه، امشي وخليك على مبدأك، اثبت على مبدأك. الثبات على المبدأ ثقة، الثبات على المبدأ قوة، الثبات على المبدأ راحة. خلونا نشوف احنا في ايه ناقصنا ونحاول نكمله باللي حوالينا. مش هقولك عيب ان انت تدور على اللي حواليك، تدور على مين قوي وتتحامى فيه، بس تتحامى فيه وتبقى انت كمان بتديله قوة، تبقى انت كمان بتديله ثقة، تبقى انت كمان زي ما بتدي بتاخد. خلي عندكم مبدأ العطاء. العطاء ده يا جماعة حاجة كبيرة قوي وحاجة جميلة قوي. احنا اتخلقنا عشان نتآلف ونتعارف، مش عشان مصالح ولا اهداف. خلي لما تكون جاي تتعرف على حد، خلي مبدأك فيه ان المعامله تكون لله ومن الله وفي الله. صدقوني هتلاقوا عندكم كل طرق النجاه في الحياه لما تلاقوا مبداكم صح وثابت. ولا انت رايك ايه يا ايمن؟ انا رايي ان التمسك بالمبدا في حد ذاته هو قمه النجاح. بني ادم عنده مبدا ان ما ياخدش رشوه، وتعرضت عليه رشوه في حاجه للفلوس، لو تمسك بمبداه ربنا هينجيه من حاجات كتير قوي. اكيد، ولو خد الرشوه دي كانت النتيجه، او هتبقى النتيجه، حد في اولاده او يتحبس او يتفضح او يخش في موال هو في غنى عنه. طبعا مبدأك ان انت مثلا ما تزعلش اللي حواليك، يعني تكون عندك مبدأ ان انت تكون بني ادم عندك العطف على اللي قدامك، فمش هينفع ان انت تكسر بني ادم حتى لو زعلك. مبدأك ان انت ما تضرش صاحبك. مبدأك ان انت ما تأذيش اللي حواليك بكلمة. مبدأك ان انت تطلع كلمة كويسة من بقك احسن ما تطلع كلمة تزعل اللي حواليك. المبادئ كتير في حاجات كتير. مبدأك ان انت ما تعملش حاجة حرام، مبدأك ان انت ما تكذبش، مبدأك ان انت
ما تكونش بني آدم أناني، تكون خير على اللي حواليك كلهم، وده هيبقى جزء من فقرتنا النهارده. في معانا تقرير يا جماعه يا ريت تنزلونا بيه قبل الفقره التانيه بتاعتنا، عن الخير. ازاي يبقى عندك مبدأ ان مش لازم يكون بقى الهدوم اتبهدلت واتقطعت والكلام ده كله وبعد كده تتبرع بيها للفقراء والمساكين؟ لا، على فكره انت مش بتتبرع، انت ده حق لازم تجود بيه، ده حق ربنا عليك وحق الناس عليك. ان انت لو شايف ما بين فترة صيف وشتاء هدومك في حاجات ضيقة عليك، في حاجات انت جبتها وما لبستهاش، ما تستخسرهاش، لا جمعها وفي شنطة كويسة وشيك واديها لحد يكون فعلا محتاجها. فعل الخير من اهم المبادئ اللي ممكن البني ادم يمشي عليها. ومن المبادئ اللي بتنجي كمان يا احنا ايمن. داخلين على شتاء، وهيكون شتاء صعب. اتمنى من كل الناس المقتدره ان هي تساعد الجمعيات الخيريه، تساعد الاماكن المحتاجه، اي دار مسنين، اي دار ايتام، الاماكن دي بتبقى محتاجه اي دعم. ما نشوفش حد في الشارع نايم تحت كوبري او تحت رصيف او جنب رصيف وما نعطفش عليه. هنحاول لكل واحد من الناس دي حاطط بطانيه ثمنها 150 جنيه مثلا، بطانية مش لازم تكون نمبر وان يعني، حاططها في شنطة عربيته، حاططها وعامل في باله ان هي دي تكون شيء لله طالعة منه، لو لقى حد محتاجها هيلاقي ناس كتير قوي وهو ماشي في الشارع محتاجين البطانية دي، هيفتح عربيته ويطلعها ويديها لهم. انا اتمنى ان احنا ممكن نعمل اي حاجة صغيرة بس هيكون قيمتها كبيرة قوي قوي عند الناس. مش هقول حطوا اكل عشان ممكن الاكل يبوظ وما تلاقيش حد ياخده، بس لا، في ثلاجات خير يا ايمن، يعني في مناطق زي المعادي، مصر الجديده، المهندسين، في مناطق احنا بعينها يا عايزين جماعه ده فيها يبقى ثلاجات منتشر في خير. كل حته، عايزين ده يبقى كله منتشر في كل وزي حته. ما بيقولوا كده لقمه في بطن جايع احسن من بنى 100 جامع. بس انا اقول لك على حاجه يا نور، هي اتفضل. التلاجه دي ما ينفعش تتحط في المعادي ولا مصر الجديده ولا الهرم، التلاجه دي عايزه تتحط في الاماكن اللي محتاجاها. ما ماشي، احنا احنا لازم بنقول نكون هي واقعيين. كبدايه، احنا بنقول كبدايه، يعني في ناس بتعملها، في ناس عملت الفكره وبتحاول تنشرها. حلو، يبقى احنا نحاول نحتذي بيها ونستفاد منها ونكررها في اماكن تانية. ولو الموضوع محتاج ان احنا يكون عندنا ستور، محل نحط فيه التلاجة دي عشان نحافظ عليها من ناس في تانية يا ما ايمن تكونش فعليا حلوة، في، اوكي نعمل كده. لو كل منطقة ساهمت بأوضة او مكان صغير 3 في 3 بيرسلم يا جماعة حتى دكانة، قدام باب العمارة. ان شاء الله يكون كشك خشبي يتعمل، هتلاقي 1000 واحد يتبرع ويعمله. احنا عايزين كل عربية ملاكي يكون فيها بطانية محطوطة احتياطي لأي حد غلبان في الشارع، عايزين كل واحد عنده استعداد ان يخدم يكون مستعد استعداد تام بشنطة فيها هدوم قديمة أي حاجة. ما مش خليش لازم قديمة ما أيمن، يعني لو أوكي 10 جنيه تمن، يعني جزء من تمن سندوتش برجر، ممكن والله ان انتوا تساهموا مجموعة مع بعض وتجيبوا كسوة لطفل يتيم، تجيبوا كسوة لطفل ماشي في الشارع، تجيبوا كسوة للناس بتوع المناديل اللي قاعدين على جنب على الارصفة ومش لاقيين. احنا بنتمنى وبنأمل ان في 2020 في مدينة جديدة اسمها مدينة محمد علي. المفروض ان الحكومة بتاعتنا ورئيسنا المفروض ان هم بصدد بناء ليها تبع مجموعة صحارى. حسام حواس، انا بكلمك من هنا، يا ريت مشروعك يتعرض مرة واثنين وثلاثة على الوزارة. يا ريت نسعى ونكون ان مفيش طفل متشرد في الشارع، ولا في ولاد شوارع، ولا في الناس الكبيرة اللي مرمية في الشوارع. انا عارفة ان الحكومة بتعمل جاهدة على دوت، واحنا لازم برضو نكون معاها ونساعد. يا رب 2020 يبقى الخير كله مالي مصر، ويبقى مفيش حد محتاج ومفيش حد ذليل. توضيح اللهم امين. المقصود بمدينة محمد علي ان هي نمشي على المخطط اللي عمله محمد علي باشا، اللي هو ان احنا نلم كل الناس اللي محتاجة وتعبانة وظروفها وحشة ونبتدي نجمعهم في مكان واحد، نعلمهم حرف احنا ابتدت تنقرض في مصر، ونحاول نطلع منهم الطاقة اللي عندهم ونستفاد بيها كمجتمع. احنا في حاجات كتير ابتدت تتغير في البلد، في حاجات كتير ابتدت يظهر خيرها، في طرق ابتدت تتعمل بقت بمستواها كويس جدا، في حاجات كتير بقت كويسة، بس احنا عايزين الأحسن. عايزين السنة اللي فاتت تروح ونقول لها باي باي،
ونقول السنة الجاية يا رب كده يا رب يكون علينا أجمل حاجة في الدنيا ونبقى أسعد من أي حد في العالم كله. مصر حلوة، مصر فيها حاجات كتير كويسة، مصر مشهورة بأهلها الطيبين، مصر مشهورة بالشهامة، مصر مشهورة بفعل الخير. احنا كنا بنكسي الكعبة، كنا بنكرت بره يعني، كنا بنسلف الناس بره، كنا بنعمل الدول بره. كل الخير اللي ممكن حد يتخيله يعني. كان جاي يعني وقت من الاوقات كان انجلترا بتقترض مننا. عامه احنا سعداء جدا ان انتوا معانا النهارده. قبل ما ننهي الفقره دي يا ايمن، خليني من مكاني دوت اهني اصحابي الاقباط الارثوذكس الارمن الانجليين الكاثوليك، كل اقباط مصر والعالم. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، انتوا السهر وانتوا النسب وانتوا الاصحاب وانتوا الاخوات، انتوا اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصى عليكم، انتوا المحبه، ويا رب دايما بينا محبه، احنا موجودين ومترابطين مع بعض، عشان مهما كان في فتن بتظهر حوالينا احنا ما بنستسلمش ليها وما بنديش ودنا ليها، احنا دايما متماسكين ومتالفين على الدين والمحبه. كل سنه وانتم طيبين وميري كريسمس، كل سنه وانتم طيبين وعيد قيامه مجيد، كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب في فرح وعيد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. فاصل وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني، نورتونا. فقرتنا دلوقتي مع الدكتور احمد الضو، دكتور اخصائي في الصيدله، وهيكون حلقتنا دلوقتي هنتكلم على الادويه ومشاكلها وايه الحاجات الدارجه اللي ممكن نتكلم عليها بتقابل الناس وفي مشاكلهم في شراء الدواء وفي اختيار الادويه والروجيتات. نورتنا يا دكتور. اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور، نورتنا. مساء الخير، اهلا وسهلا. سنه طيبين. وحضرتك طيب. سؤالي الاولاني ليك كان على اعتاب 2020 ان في قرار بمنع الباراستيمول والدوبارين من الصيدليات نهائي ومن السوق المصري كله. ايه السبب؟ والله السبب دلوقتي نتيجه بعض الاهمال اللي بيحصل من المريض قبل الصيدلي. يعني انا بطلق عليه الاهمال ليه ده من المريض، لان هي الحاجات الادويه ديت في بعض الدول سواء في انجلترا في كندا في امريكا دي بتبقى اوفر ذا كاونتر. يعني ايه الاو تي سي؟ يعني ممكن انت حسيتي بصداع، حد حس بتعب، طفل كان سخن، ممكن ينزل الصيدليه يصرف الدواء دوت من غير وصفه طبيه. تمام تمام. ولكن نتيجه الاهمال وعدم الوعي ممكن يتخطى العلاج او الجرعه اللي هي ممكن تكون بقت خطر على المريض. بس هو دي الفكره كلها. لكن في بعض الدول التانية بيبقى عندهم وعي، بيبقى عندهم خبرة، هل دوت ينفع؟ أنا كده عديت الجرعة بتاعته ولا ما عديتش الجرعة بتاعته؟ فعشان كده بعض الدول لقت نتيجة الإهمال دوت يبقى الأحسن إن هي تبقى بريسكرايب، ونقدر بعد كده خلال الموضوع دوت إن أنا أخليها إيه بوصفة طبية أحسن. تمام. ده بالنسبة للأطفال كمان، بالنسبة للأطفال. الأطفال ده خافض للحرارة ومسكن كويس جدا للأطفال من عمر يوم، ممكن يبدأوا ياخدوه. تمام. ولكن بعض الأمهات ممكن تعدي الجرعة ودوت يأثر على الكبد، يأثر على الكلى، يأثر على مشاكل كتيرة جدا. وفعلا القرار دوت هيحصل في فرنسا في 2020. مظبوط بالفعل. ليه الدكاترة بيكتبوا الروجيتا بطريقة بتكون غريبة شوية، محدش بيعرف يقراها غير ممكن صيدلي بروفيشنال أو صيدلي كمان يكون موجود تحت العيادة نفسها؟ النقطة دي قابلتني في كذا وصفه طبيه. مزبوط. بننزل بيها للصيدليه. تمام. اللي احنا بنتعامل معاه يقول لك لا الصيدليه دي الكتابه مش واضحه. صح. ارجع للصيدليه اللي تحت الدكتور. صح. هل هنا في نوع من انواع اللوغاريتمات او متاجره؟ والله دي ممكن نقول عليها ان هم كده بيخالفوا ميثاق وشرف المهنه. اكيد. لان هو كده بيجبروا
بيبقى نوع من انواع الديل او الكوميشن اللي بيحصل ما بين الطبيب والصيدلي، اللي هو انا ببعت لك مثلا روشتات في المقابل انت بتبلغني او بتديني نسبه من قيمه الروشته دي على حسب بقى ايه قيمتها، مثلا 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه على حسب المبلغ، بناء بيبقى الموضوع دخل بقت العمليه بيزنس منها اكتر من عمليه انسانيه. بس في بعض الدول حلت المشكله دي بطريقه جميله قوي عجبتني مزبوط. وشفتها بعيني مزبوط. ان ممنوع الروشته تتكتب بالقلم، الروشته لازم تتكتب على الكمبيوتر بالزبط. برينتر بالظبط. ومفيش النهارده عياده ما فيهاش كمبيوتر وما فيهاش برينتر، ده حقيقي فعلا. ايه اللي يمنع النهارده ان ده يكون منشور على كل العيادات وكل الدكاتره ان ممنوع تكتب بالطريقه دي؟ لان انا عارف ان في اسمين لكل دواء، اسم تجاري واسم علمي. الاسم العلمي بيبقى فيه من اول 50 100 200 300 مظبوط كذا نوع، انما الاسم التجاري بيبقى ممكن يكون ابو 500. ده حقيقي فعلا. فانا عايز تفسير. والله هو احنا فعلا من فتره كانت طلع هاشتاج او نشدنا ان يكون كتابه الدواء بالاسم العلمي، وده بيتيح للصيدلي او يتيح للمريض يختار الفرايتي المتنوعه جدا للادويه اللي موجوده في السوق باللغه العربيه، لان انا نفسي جماهير كمان كلها تفهم. لا يعني ايه الفرايتي المتنوعه؟ يعني ممكن يكون مضاد الحيوي دوت موجود منه اكتر من 10 او 15 شركه باختلاف الاسعار. بالظبط. تمام. انا والله ممكن مقتدر اشتري العلبه الغاليه، في حد تاني مقتدر يشتري الارخص، ولكن هي بتحتوي، لكن كفاعليه للدواء هو نفس الماده الفعاله واحده، الماده الفعاله واحده ونفس الجرعه، وهياخد بنفس الجرعه اللي مكتوبه او الطبيب اللي كاتبها له، ولكن ده سعر مختلف وده سعر اغلى. لكن ليه اختلاف الاسعار؟ شركات بس بالزبط. لكن الماده الفعاله بالزبط. هي نفس الاثر. ده حقيقي فعلا. ليه اختلاف الاسعار؟ حد يسال طب ليه الفرق؟ انا اشتري علبه ب 100 جنيه وهي نفس الدواء ب 20 جنيه. ايه السبب؟ السبب ان هو بيبقى ده نوع من انواع البيزنس اللي دخل فيه ماركتنج بتاع المصانع. انا دلوقتي مثلا اول منتج انا بنزل الدواء ده، فانت بتسيب لي الاحقيه ان انا هيكون اللي عندي الدواء دوت اغلى من الناس الثانيه، بيبقى يسموه الانوفيتور او اللي هو الدواء الاولاني. انا بالظبط انا اللي مصنعه، فانا ما ينفعش تساويني بواحد قلدني وهيبيع بنفس الثمن، فبتجبره وزاره الصحه. هو قلده ازاي؟ مش بياخد حقوق الملكيه برضه؟ بالظبط. ما هي الفكره ايه؟ يعني هي عمليه معقده جدا. انا بعت له ليه؟ بعت له حقوق الملكيه بتاعه التركيبه وبحاسبه ان هو بيبيعها ليه؟ لا ده هي مش موضوع حقوق الملكيه، هو اي دواء بينزل في السوق اول مره بيدوله فتره 10 سنين مفيش اي شركه او مصنع يصنع زيه لغايه لما يثبت وجوده في السوق المصري، ويقدر يلم قيمه المليارات المدفوعه على الابحاث عشان يطلع الدواء ده. أوكي. بعد ال10 سنين ديت بيديله بعد كده ايه، بقيه الشركات بتبدا تخاطب وزاره الصحه، احنا عاوزين نصنع المنتج ده. طبعا بتبقى الفرميوله او التركيبه سريه، فبيبدا يحصل ايه بقى، تجارب في كل مصنع، ابحاث وتطوير، يبدا بقى يصنعه. هل نعمل نقدر نوصل للفرميولا دي ازاي؟ تبقى توب سيكريت طبعا. وبيبقى اول 10 مصانع تقدر توصل للتركيبه ديت بيبقى بيجبروهم على تسعيره معينه. طب دكتور احمد عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انا كواحده من الناس مثلا عندي صداع، تمام، انزل هات لي قرص بنادول، انزل هات لي بدون ذكر اسماء قرص مسكن، جنبي وجعني مش عارفه هات لي ايه، مزبوط. عندي حموضه هات لي ايه؟ صح. هل يعني هل المسكنات دي دورها فعال في انتشار الفشل الكلوي وفيروس الكبد والقولون العصبي وكل الحاجات اللي احنا الامراض الغريبه المنتشره في مرض يعني مجتمعنا المصري؟ تمام. احنا يعني بيجي لنا امراض ما كانتش بتحصل زمان. صح. ما كانتش موجوده زمان، مع ان زمان كان في جهل. صح. وكان في فقر وكان في عدم وعي. مزبوط. كان في عدم ثقافه، كان في حاجات كتير جدا. مزبوط. لكن انت تلاقي مع انتشار التكنولوجيا والثقافه والوعي. صح. والماديات الكويسه. مزبوط. ان لا ده في انتشار مرض. طب ده نتيجة ايه؟ او يعني هل العادة دي فينا سليمة؟ صح. صح. ولا احنا عايزين نقاومها ونصلحها؟ نصلحها ازاي؟ ما هو ده يرجعنا اللي هو للسؤال الاول، هو ليه الدول بدأت تلجأ فعلا انهم يخلوا المسكنات دي بريسكرايبد او تبقى مكتوبة بروشيت بوصفة، ما تبقاش حاجة تروحي الصيدلية تاخديها، مع العلم ان ده هيعود علينا، هيعود على المريض برضو بطريقة هتبقى مضايقاه ان هو انا فعلا محتاجه. ولكن هي المسكنات مش هتجيب فيروسات ولا هتجيب امراض من الحيوانات، لكن هي ممكن فعلا تؤثر على الاجهزه اللي بتعمل على اخراجه او عمليه الميتابوليزم او عمليه الايض او عمليه اي دواء بيخش في الجسم لازم بيمر بمرحله. تمام. مع كثره الاستخدام الجهاز نفسه بيبقى ايه؟ بيضعف. بيضعف ما بيقدرش. واكتر جهاز بيضعف هو ايه؟ الكلى. عشان كده بيأثر على موضوع الفشل الكلوي وبيعجل من الإصابة بالفشل الكلوي. لكن لو احنا عندنا وعي تام لأسباب الصداع
والله هل انا مثلا مش نايم كويس، هل عمليه ريهايدريشن شرب الميه، ممكن واحد يلاقي نفسه مثلا قاعد طول اليوم ما شربش ميه يؤدي الى صداع، بيسبب صداع. يسبب صداع مثلا، قله الاكل، قله النوم، بعض الاحيان شرب الشاي والقهوه كتير في بعض الاحيان، الابحاث اثبتت كده. فعوامل كتيره ممكن تؤدي ان انت تعالجي نفسك من غير اللجوء للدواء. تمام بالظبط. لكن هي عمليه استسهال من قبل المريض ظنا منه ان هو هياخد قرص، طب انا لسه حاسس بصداع، طب انت ما عالجتش السبب فهتاخد قرص تاني، هتاخد قرص، هتلاقي نفسك عديت الجرعه المسموح بيها، وده نتيجه الجهل برضه. تمام. طب دكتور برضو عايز اسالك سؤال تاني. اتفضل. في منتشر جدا على السوشيال ميديا ادويه التخسيس، مظبوط، اللي هي مجهوله المصدر ومجهوله الهويه. اه ازاي كصيدلي انت بتمرر يعني الادويه دي؟ بالظبط بتتمرر من خلالك؟ صح. في ممكن ادويه زي كده بتتمرر من خلال والله الصيدليه عندك انا بعض او من خلال مصنعك بما انك المطور للتكنولوجي للدواء؟ والله انا بيجي لي حالات كتيره جدا، يا دكتور احنا عايزين دواء، او لحد دلوقتي ما فيش الحبايه السحريه اللي انا اخدها تمام. من هنا الاقي نفسي خسيت 20 30 كيلو، لا مش بس موجوده، في ما يا دكتور صنعهاش. في هو فيه، بس اللي بيحصل ايه، هي طب انا هاخد ايه قدام ايه؟ ليها مضاعفات. بالظبط. يعني انا هخس 10 كيلو مثلا ويبقى عندي مشكله في القلب، طب انا هخس 10 كيلو ويبقى عندي مشكله في الكبد. فهي دي، هل انت هتضحي بده في مقابل ده، ولا انا امشي بلايف ستايل صحيح وسليم عشان يحصل توازن. عشان يحصل توازن. اه في ادويه موجوده وابروفد من وزاره الصحه وابروفد عالميا ان هي بتساعد في عمليه الحرق، تمام، لكن مش هتخليك تاني يوم الصبح تصحى تلاقي بنطلونك بقى واسع، ما حصلتش دي، انت فاهم الفكره. لكن هل في ادويه كتيره سوق سودا بقى، او زي ما بيقولوا ايه الادويه اللي هي ايه تحت بير السلم، لكن تركيبات بيتي يعني. بتركيبات بيتي، تركيبات اعشاب، تركيبات لكن ما اثبتتش جدارتها، تنفع مع حاله ما تنفعش مع التانيه، هي دي المشاكل كلها. في سؤال عايز اساله خاص بقصه لصديق البرنامج الاستاذ محمد نجيب. تمام. هو كلمني وبعت لي مسج بيها كامله ومعايا الروجيتات. تمام. هو بيحكي قصه خاصه بالادويه والقصه دي انا عايز تفسير من حضرتك. اتفضل. هو كان عنده طفل مريض بمرض شائع يعني نادر جدا. مظبوط. وكانت النتيجه ان نصحوه يروح لدكتور كبير. مظبوط. وخد ميعاد، والميعاد قعد 3 4 شهور لغايه ما راح للدكتور ده. كانت النتيجه ان الدكتور نصحه وقال له العلاج موجود. في علاج بس غالي شويه. قال له مفيش مشكله. مظبوط. الشخص ده شخص عادي يعني، ظروفه طبيعيه، حالته متوسطه. تمام. كانت النتيجه ان راح كتب له روجيتا، راح يصرفها من كذا صيدليه ما لقاهاش. مظبوط. كانت النتيجه ان اتصل بالدكتور، الدكتور قال له في صيدليه في الحته الفلانيه روح لها. صح. راح لقى الدواء قيمته 28000 جنيه. الراجل نفسه ابنه يعيش. اكيد طبعا. دفع ال 28000 جنيه. صح. كانت النتيجه ان اول ما خد الطفل الجرعه. صح. الاولى من المجموعه المكونه من حوالي 5 علب. صح. الولد اغمى عليه. الدكتور قال له تعالى لي، لا الحاله كده ممكن يكون الولد ضعيف، تعالى تاني. مظبوط. راح له كتب له روجيتا تانيه ب 35000 جنيه. صح. كانت النتيجه ان نازل عشان راح الصيدليه اللي قال له عليها. صح. عشان يدفع ال 7000 ما رضيش يرجع الدواء. صح. قال له ازاي انا ما خدتش منه غير جرعه واحده والمجموعه كامله؟ قال له لا ما ينفعش يرجع لان ده مستورد. صح. واللي يخرج ما بيدخلش. انا عايز اعرف ايه رايك كصيدلي في المصيبه دي، ان ده نوع من انواع المتاجره. صح. بالمرضى. مظبوط. نوع من قله الضمير. مظبوط. في ادويه في مصر اسعارها مش معلومه، لدرجه ان اتحط عليها 28000 و30000 و35000. هل الادويه دي بتخش بطرق طبيعيه ولا بتخش بطرق غير مشروعه؟ اتفضل. صح. والله هو ده يودينا النقطه اللي هي بيسموها السوق السوداء. في عالم الصيدليات بيبقى في حاجه اسمها السوق السوداء، ودي بتبقى ادويه مهربه. مهربه بطرق غير شرعيه، مهربه مثلا من حد جاي من السفر جايب علبتين لحد معين، مهربه ممكن تكون ادويه مقلده وبيغير عليها الليبل، ادويه اكسباير بيحاول يظبطوها بالفوتوشوب. مشكله. فهي دي اللي اسمها السوق السوداء. فدوت طبعا بيأثر على المريض، لان ممكن يكون بياخد العلاج هو لو فعلا سليم هيجيب معاه نتيجه، فبتضطر تغيره مع ظنا منك ان الدواء ما جابش نتيجه، لكن هو حقيقه هو في السوق السوداء. طيب ده لا يخضع للتسعيره الجبريه، لان ده غير معلوم من وزاره الصحه، ما احنا قلنا ده سوق سوداء. ما عندهمش ميكانه بيهم. بالظبط. مش موجوده عندهم. تهريب بيبقى عامل زي التهريب. بالظبط. وهل في لجان تفتيش بتفتش على الصيدليات؟ مظبوط، وبتؤدي الى غلق الصيدليات، وبتبقى محاضر، وبتبقى غرامات ماليه كبيره جدا. طب ولما يقع شخص في موضوع زي ده تنصحه بايه؟
والله انصحه ان هو اللجوء للتامين الصحي، اللجوء للتامين الصحي. وفي بعض الحالات المرضيه ما بيبقى الاستشاره لدكتور واحد غير مكاتب كافيه. رعايه المستهلك بالظبط تساعد؟ بالظبط. ممكن رعايه المستهلك ما اعتقدش ان هي تساعد في الدواء، هي ممكن تساعد في السلع المعمره، السلع المعمره، التانية، لكن الادويه بالظبط تروح وزاره الصحه في اللي هي هيئه اليقظه الدوائيه. في الحاله دي بيروح حته حاجه اسمها هيئه اليقظه الدوائيه، ايوه ودي عباره عن ايه؟ ديت يقول لهم يا جماعه انا خدت العلاج ده وما جابش معايا النتيجه، او خدت العلاج دوت وسبب لي واحد اتنين تلاته، بيبداوا يرجعوا للدواء دوت والمصنع المصنع ليه ويقولوا له الدواء دوت هل دي اعراضه الجانبيه؟ وبيرجعوا على الصيدليه يقولوا لها فين فاتورته؟ ده مفروض السؤال. طبعا مفروض، المفروض ان اي حاجه بتخش الصيدليه بتبقى بفواتير. يعني افهم ان هو لازم يصعد الموضوع. مظبوط، دي حاجه. الحاجه التانيه كمان بيبدا يخاطبوا بقى الدواء ده، في بعض الاحيان ادويه اتسحبت من السوق تمام نتيجه ان هم لقوا بعد سنين امثله ادويه الحموضه اللي اتسحبت، اكتشفوا بعد عشرات السنين ان هي ممكن تسبب ايه؟ سرطان. سرطان. وبالتالي وزاره الصحه فعلا بالتزامن مع الصحه العالميه قدرت تعمل ريكول او سحب الدواء من السوق المصري، وفي وقت بسيط جدا قدروا يسحبوا كل الكميه. تمام؟ دكتور احمد، طب كنت عايزه اسالك عن ادويه العظام. آه. ليه كل اللي عنده عظمه بيوجعه وبياخد مثلا بصفه مستمره دواء العظم بيجيله التهاب في المعده؟ ايه السبب؟ ايه الماده اللي هي بتعمل كده؟ بص، يعني هي مش ماده واحده، هي ادويه تمام. العظام ده عالم كبير جدا وادويه كتيره جدا، ولكن بيصنف المريض دوت بيطلق عليه حاجه اسمها البولي فارماسي. يعني ايه البولي فارماسي؟ يعني ممكن ياخد في اليوم 7 8 اصناف، معظمهم معظم ادويه الادويه اللي بتصرف لمرضى العظام بتبقى للفيميل، السيدات وكبار السن. تمام؟ وبالتالي بيصاحب دوت ايه؟ ما بيبقاش بس مجرد ادويه عظام ومفاصل، ده بيصاحب معاه ادويه ضغط، بيصاحب معاه ادويه سكر. كترها بيعمل ترسبات، الترسبات دي بتعمل حموضه. بالظبط، بتؤدي ان هي ايه؟ بتهتك الجدار المبطن للمعده، تمام؟ وبالتالي بتؤثر او تؤثر على ايه؟ سلامه المعده. اللي هي بتبقى اسمها قرحه المعده. قرحه المعده، مظبوط. دكتور استاذنك بس معانا اتصال، الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بس كنت عايز اسال الدكتور سؤال، هو في بعض فضل. المضادات الحيويه اللي موجوده في السوق تبقى نفس التركيبه بتاعتها، بس واحده بيبقى ليها سعر عالي وواحده بيبقى ليها سعر رخيص جدا. كلمني عليها في اول البرنامج، اتفضل. مظبوط. وهي دي فعلا، هي دي اللي اتكلمنا عليها في اول البرنامج، ان هي بتبقى الادويه بعض الاحيان، ايه الادويه اللي موجوده؟ بيبقى الشركه المصنعه او هي الليدر، انا اللي اخترعت الدواء ده، فبيبقى انا ليا الحق ان انا انزل التسعيره بتاعتي بناء على الابحاث المليارات الملايين اللي انا صارفها. بعد فتره بتبدا الشركات تتهافت على ان هي تحصل على حق تصنيع الدواء ده بالاتفاق مع وزاره الصحه، تمام؟ بيقدروا يصنعوا، لكن ما ينفعش يبقى نفس سعر المصنع فبيقل عنه، والتاني بيقل عنه، والتاني بيقل عنه، عشان كده هتلاقي ان في ديل القايمه هو ارخص واحد. يعني تنصحه بايه؟ ان هو اولا انا هقول نصيحه من عندي وحضرتك تقول لي كلامك صح ولا غلط. الدكتور النهارده كتب الروجيتا، مظبوط، وكاتب لك فيها دواء قيمته عاليه، صح. نزلت الصيدليه، ما تروحش اقرب صيدليه للدكتور، دي اول نصيحه. دي نصيحه بقولها لكم ومن قلبي. ثواني دايما معانا اتصال. فاطمه، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي، الدكتور معاكي. لو سمحتي كنت عايزه اعرف هل في علاقه بين البنسلين وتضخم الكبد؟ تمام. انا ما سمعتش. بس عشان يعني ممكن السؤال تاني؟ وعملت سونار صدفه، هو بياخد البنسلين بقاله سنه ونص. تمام. وبعمل سونار بالصدفه، قال لي عنده تضخم بسيط بالكبد، هو عنده 5 سنين ونص والكبد 12 سم 13 سم. فهل له علاقه بالموضوع ده؟ اصل انا عملت الانزيمات وطلعت الوظيفه في الكبد كامله ومفيش اي مشكله. فحابه بس اعرف ممكن يكون له علاقه ولا لا. مظبوط، تمام. هي الفكره ما تبقاش علاقه وطيده ما بينهم، يعني اللي بياخد انسولين شرط يبقى الكبد عنده فيه مشكله، ما لهاش لها علاقه. ولكن دايما اي حد بيبقى عن سواء مريض كلى او مريض كبد او حتى البنكرياس اللي هو مسؤول عن الانسولين بيشيك دايما على الاجهزه دي في جسمه، تمام؟ ولكن التضخم في الكبد ممكن يتعالج بأدوية كتيرة متاحة، ولازم طبعا متابعة مع الدكتور، يعني دكتور غدد أو دكتور كبد طبعا، بحيث يقدر، لأن هو طفل صغير
مظبوط، هو 5 سنين يقدر ان هو يقاوم، يقدر يقاوم الموضوع دوت، ويقدر يتحكم كمان برضو، لان طفل ممكن ياكل حلويات، يقدر ياكل حاجات من بره. الانسولين هل هو فعلا افكتيف معاه؟ محتاجه مراقبه من الوالدين اكتر، هي العمليه دي كلها. لكن هل هي ليها علاقه وطيده؟ ممكن لو هو في اهمال. تمام. ممكن يا دكتور عايزه برضو اسالك، ايه هي التداعيات؟ عشان برضو نرجع لنفس النقطة، لأن احنا بنقول ان احنا لاقيين الموضوع بتاع أدوية التخسيس ده منتشر جدا على السوشيال مزموط. ميديا، هي التداعيات بقى بعد استخدام كل الأدوية بتاعت التخسيس اللي هي مجهولة الهوية أو مجهولة المصدر، هو أول انت بتنصح بإيه أنا كصيدلي وككيميائي؟ أنا أنصح أول حاجة عدم الانسياق وراء الإعلانات المتلفزة اللي هي بتبقى موجودة بغرض البيع وخلاص. أنا ببيع عشان أبيع، مش مجرد بغض النظر عن النتائج. طب هل ده مرخص من وزارة الصحة؟ انت عشان ترخص دواء في وزارة الصحة المصرية هنا ممكن تقعد سنين، ممكن 5 6 سنين. تمام. طب هل دوت ليه ابحاث بره جربوها على فئات مختلفة بره وجابت نتائج، ولا انت هتبقى فار التجارب اللي بيحصل عليه المشكلة دي وبعدين تتفاجأ بعد كده ان انت جالك مشاكل؟ دي تداعياتها كبيرة جدا جدا جدا. لكن لو تغيرت في اللايف ستايل، مع اسلوب في الاكل، مع الدايت، مع بعض الادوية اللي هي بتبقى تركيباتها عشبيه ومرخصه في وزاره الصحه ومتاحه ومتداوله في الصيدليات، تمام تقدر تساعد على انت بدل مثلا ما هخس 2 كيلو او 3 كيلو في الاسبوع ممكن يبقى 4. لكن انا مش هاكل اكل طبيعي عادي وباخد قرص وبخس برضه، مش موجوده للاسف. دكتور احمد عايز اسالك سؤال، بما انك مطور للادويه الخاصه بامراض السرطان، تمام، عايزه اعرف ايه يعني تبقى سابقه كده البرنامج، احنا ايه اخر ادويه او اخر علاج العلاج لمرضى السرطان غير العلاج بالجزيئات الذهب، لان ده ما حدش يقدر عليه على يعني على مصاريفه او على امكانياته. ايه هو اكتر حاجه اهل العلم وصل لها لتداعيات السرطان؟ والله يعني ما اكذبش عليكي، هو الابحاث ما زالت قائمه، يعني ما فيش حاجه معينه مثبته ان هو علاج شافي وكامل 100% 100% للسرطان. ولكن نقدر نقول ان احنا بنثبط او بن بن بنوقف عمليه تطور السرطان في الجسم. لكن هل يعني عمليه تكتيف؟ بالظبط. ممكن في بعض الاحيان يحصل سرطان في اماكن معينه، اعمل عمليه الاستئصال، هبقى فعلا كده حصل عمليه الايه الاستشفاء الكامل. ولكن بتبقى هي عمليه جينات اكتر، ممكن يتنقل في حته تانية، يروح لحته تانية. لكن ما زالت الابحاث شغاله في الموضوع دوت، وما فيش علاج نقدر نقول عليه هو دوت علاج السرطان. طيب معانا اتصال. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا مدام نوره؟ الله يسلمك، تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. حضرتك منوره الشاشه وزي القمر ما شاء الله عليكي. تسلمي لي يا رب، تسلمي، نورتينا. جميل، وانت يعني جميله جدا في اسلوبك. ربنا يعزك. مذيعه جميله وبسيطه. ربنا يعزك يا رب. استسمحك يعني عايزه اسال الدكتور. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزه اسال الدكتور، يا ريت حضرتك تستعرض معانا بعض اسامي المسكنات اللي هي بتجيب لنا فعلا، وده اي نعم مش هيكون متاح في البرنامج بس علشان الناس تعرف اللي هي ما عندهاش خبره في الموضوع ده او ما عندهاش درايه ان بعض المسكنات بما اسمها باسمها ان ده متعب الاسم كذا 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 علشان يتلاشوه، لان في بعض الناس امكانياتهم الثقافيه الدوائيه ضعيفه جدا، فممكن ان احنا نقول لهم بشكل مبسط يعني يتلاشوا ايه علاج، لان في كتير بيبقى عندهم السكر وفي كتير عندهم الضغط فبياخدوا علاجات كتير جدا ما بيكونوش عارفينها، وفي بعضهم لما عملوا التحاليل اللي هي نزلت دايت في البلد اكتشفوا ان هم عندهم اللي هو المرض اللي نزل ده اللي هو الكبد الوبائي، ولا كان اسمه ايه يعني؟ هيباتايتس. نعم، هيباتايتس سي. مظبوط. ايوه مظبوط. وبعدين في ناس كتير جدا مش راضيه تروح تعمله، خايفه لحسن تكتشف ان عندها المرض ده، مظبوط. فليه ما يكونش في توعيه للناس تروح تعمل التحاليل دي عشان تتعالج بسرعه؟ صح، دي حاجه. تاني حاجه، اولا انا بحب اشكر الاستاذ الاستاذ المذيع، معلش مش عارفه اسمه قوي، ايمن، تحت امرك. انسان لطيف وانسان الله يخليه، ومشكوره على المقدمه اللي انت قدمتها في البرنامج للدكتور، ان هو يعني مقدمه جميله. شكرا. وبشكر مدام نور،
تسلم على الاسئله اللي هي قدمتها لك بطريقه مبسطه وجميله جدا في اسلوبها. بنشكرك يا فندم. نورتينا. شكرا. تسلمي. هي كانت عايزه تعرف يعني والله هي تستثنى ازاي الادويه ديت، او ايه اللي مناسب مع الضغط، وايه اللي مناسب مع السكر، وايه اللي مناسب مع الناس اللي عندها كبد. مظبوط. هي سؤالها منقسم الى جزئين. يعني الجزء الاول هي الناس اللي خايفه تنزل تحلل لتكتشف ان عندها. طب ما انت هيدانوا عندك برضو. طب ايه الفكره؟ هيفضل موجود فعلا. يعني انت الخوف بالعكس اكتشافه المبكر في نسبة كبيرة جدا ممكن توصل ل 90% او 99% كمان، مش عايز اقول كده، تمام، ان انت تتعالج منه وعلاجه متوافر وموجود في وزارة الصحة. مظبوط. انت فاهم الفكرة؟ هي حملة ال 100 مليون صحة لمبادرة الرئيس اللي عملها، هي غرضها اللي هي القضاء على الهباتيتس بالظبط اللي هو الكبد الباقي، وده دليل ان هو ليه علاج. يعني انت ما تخافش، بالعكس ده انت تنزل اللي هو متاح مجانا بالظبط، تنزل تحلل وتشوف. ده رقم واحد. رقم اتنين بالنسبه يعني المفروض ان هو الدكتور الصيدلي اللي واقف، وده باعتبار ان طبعا كل الصيدليات لازم يبقى فيها صيدلي واقف مش مساعد مش حد، تمام، على درايه بالادويه او المسكنات اللي تنفع لكل حاله ولكل عمر، بدايه من عمر يوم لحد 60 سنه، لحد المريض بالضغط، لحد المريض بالسكر، تمام. طبعا امنهم هو الباراسيتامول طبعا، ده امن حاجه. لو دخلنا على الديكلوفيناك بانواعه او اللورنكسكام او البايروكسكام، ودي الادويه برضو مسكنه ولكن مشكلتها ان هي بتاذي المعده، تمام. طيب الباراسيتامول المشكله في مشكله، ده هو بيؤثر على الكبد لان هو طريقه اخراجه او طريقه الميتابوليزم بتاعه بيبقى عن طريق الليفر، تمام. طيب في ممكن حاجه في بعض الادويه بتبقى لمرضى الكبد بيحطوا معاها مكملات غذائيه لايه؟ لتقويه الكبد. لينا سؤال يا دكتور بقى بالنسبه للمكملات الغذائيه. اتفضلي. هو احنا بس لسه في معانا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه يا دكتور، انا اللي كلمت حضرتك من شويه على تضخم الكبد لطفل 5 سنين. انا ما قلتش انسولين، انا بقول بنسلين طويل المفعول اللي هو للمفاصل. تمام. هو ده له علاقه بالتضخم ولا لا؟ مظبوط مظبوط. هو طبعا البنسلين ده بيتاخد لفترات ممكن تتراوح، مثلا نقدر نبطلها عند سن ال 16 سنه او 17 سنه، ما بتتاخدش فترات طويله، بتتاخد يا اما حمايه من الحمى الروماتيزميه، عشان مثلا حمايه للحمى الروماتيزميه لو انا عندي مشكله في الاصابه، انا شاكك، الدكتور ساعات بيبقى شاكك ان انا ممكن يجي لي حمى روماتيزميه، فبدي له البنسلين وبيتاخد مثلا على فترات كل اسبوع او كل اسبوعين. طبعا بتبقى عمليه مؤلمه شويه لانها بتبقى حقنه ثقيله على الطفل جداً. تمام طبعا. وطبعا بيبقى ليها اختبار حساسية وبيبقى ليها طبعا مخدر بتبقى موجود معاها. لكن هل ليها علاقة؟ طبعا ليها علاقة. انا سمعت في الاول الانسولين. وانا سمعت الانسولين، لكن البنسلين طبعا، لان المضادات الحيوية هو المكان بتاعها اللي بيروح اعادة فرزه واخراجه هو فين؟ هو الكبد. الكبد نفسه. الكبد طبعا هو ده مصنع معالجة السموم بتاعنا في الجسم. اتفضلي. معانا الحاجه نجوى اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا استاذه، متشكرين على اللي بتقدموه للبرنامج. ربنا يعزك يا رب. منور البرنامج والاستاذ ايمن، كتر خيركم، متشكرين قوي. شكرا. ربنا يوفقكم. معاكي الدكتور لو حابه تسالي اي حاجه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بص حضرتك، انا عندي نسبه دهون عاليه وباخد دواء كريستور 10، ففي جالي شويه تعب كده في الاعصاب والفقرات وكده، فدكتور المخ والاعصاب كان كاتب لي على مالتي ريلاكس. مظبوط. فانا المالتي ريلاكس ده بيتاخد قبل النوم، وكريستور بيتاخد قبل النوم. مظبوط. فانا مش عارفه هل لو خدت الاثنين مع بعض او ما بين دي ودي ربع ساعه ونمت، هل دي في ضرر او اي حاجه؟ بعد اذنك. ماشي، نورتينا حاجه. الدكتور هيجاوب عليكي. بس في معانا كمان اتصال تاني. ام هاشم، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ؟ الله يسلمك. يسلمني يا رب. هكلم الدكتور حضرتك. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي. انا حضرتك بتعالج من يعني عندي اكتئاب في الكبد، وعامله قسطره في القلب تسليك، وعندي ضغط. مظبوط. ودلوقتي جسمي يعني بيفتح، في تفتح لوحدها كده. وغليت ادويه
وكشفت جلدية وما فيش فايدة خالص. يعني تقفل من حتة تفتح. طب يا فندم الدكتور هيجاوب حضرتك، بس معنا اتصال تاني. مريم من القاهرة. ألو. ألو. أيوة. منورة يا أستاذة نور، منورة يا أستاذ أيمن. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. أهلا بيكي. الدكتور معاكي. لو سمحتي كنت عايزة أستفسر من الدكتور على إن والدتي عندها روماتويد. تمام. بقالها سنتين. تمام. وهي بتاخد دواء اسمه بلاكونيل وبتاخد حقن ميثوتريكسات كل أسبوع. مظبوط. بس بقالها سنة ونص من غير تحاليل أو أي حاجة، فعايز أعرف هل ده ليه أثر جانبية طبعا على أي أجهزة من الجسم والكلام ده، ولازم مزبوط. تعمل تحاليل ولا لأ؟ مظبوط. طب الدكتور هيجاوبك، تابعينا. شكرا. نرجع للسؤال الأولاني بتاع الحاجة مهاشم. تمام. وسؤال المدام نجوى، أول سؤال اللي هو بتاخد دوايين مالتي ريلاكس مع أيوة. اللي هو الاتوريزا. الفكره ان هو دايما الواحد يحاول يخلي فاصل ما بين كل دواء ودواء ساعتين، بيبقى احسن طبعا، بحيث ما يحصلش ايه دراج دراج انتر اكشن. مينيمم ساعتين. مينيمم ساعتين، بحيث يقدر يبقى في الامان. لو هو بيقول لك كل الدواء قبل النوم قبل النوم على طول، ما هو هتخليها بقى في المالتي ريلاكس ده في الاخر، لان المالتي ريلاكس دوت باسط للعضلات وبيعمل حاله من الاسترخاء ويساعد على النوم طبعا. فده لو هي بتعمل انشطه في المنزل او بتسوق او طبعا دوت هيبقى بالنسبه لها متعب جدا. يا ريت نكون قادرين نفيدك يا مدام نجوى. وبالنسبه للمهاشم، المهاشم طبعا مرحله التلف في الكبد اللي بتحصل، الجروح اللي بتفتح دي، ده بيبقى ممكن يصنف نتيجه نزيف داخلي، او ممكن بيسموه الفاريكوسز، تمدد في الاوعيه الدمويه بيحصل في الاسفل. فده طبعا لازم ترجع لدكتور معالج اوعيه دمويه، تخصص اوعيه دمويه او كبد. تمام. ما ينفعش حاله الروماتويد. في حاله الروماتويد طبعا، اي حاله روماتويد لازم بيبقى فيه استشارات طبيه بتروح خلال كل 6 اشهر، وبتعمل ري اسسمنت، تعمل تحاليل، لان الميثوتريكسات دوت دواء مناعي. تمام. فدايما طبعا. طب انا كان ليا بس سؤال قبل ما البرنامج يخلص. اتفضل. عايزه اعرف الناس اللي بتاخد مناعه من المضادات الحيويه معينه، يعني مثلا ممكن يتكتب لها نوع مضاد حيوي تاخده مثلا مره او اتنين وبعد كده الجسم يرفض. مظبوط. ده بيكون نتيجه ايه؟ حاجه في الجسم ولا نتيجه الدواء؟ لا، ده نتيجه ان هي من صغرها وهي بتاخد ادويه مضادات حيويه كتيره جدا، فحصل حاجه اسمها ريزيستنس، الجسم ما بقاش شغال معاه كذا صنف من الادويه. علاج الموضوع ده ان هو بتروح بتعمل مزرعه. تمام. والمعمل بيجرب اكتر من كذا صنف وبيقول لهم كذا الاصناف دي فعاله مع البكتيريا او الفيروس، او طبعا البكتيريا لان الفيروس ما هو يعني باي حال من الاحوال لازم نرجع للطبيب في المضادات الحيويه بالذات، هو اللي يحدد بالظبط. لان انا برضك معلوماتي ان ما فيش انتبيوتيك بيتصرف في اي صيدليه في اي دوله تانية الا بوصفه طبيه. ده حقيقي فعلا. احنا هنا عندنا في النقطه دي ما فيهاش توعيه، اهميه شويه، ما فيهاش توعيه. يا ريت لما نيجي ناخد انتبيوتيك برضك بالزبط. نرجع لدكتور. مظبوط. ناخد وصفه طبيه او روجيتا من الدكتور، ما نتجهش لاقرب صيدليه تحت الدكتور. نلف كذا صيدليه ونطلب الماده الفعاله، ما نطلبش اسم الماده. لان ممكن بالفرق بين ده وبين ده السماء والارض في السعر. صح. احنا بننصح الجمهور لان انتوا مننا، محدش تاني. صح. احنا خايفين عليكم انتوا، مش خايفين على حد تاني. شكاوي كتير جات لنا بسبب الموضوع ده. الحاجه الاخيره طبعا كل سنه وانتم طيبين. طيب. سنه سعيده ان شاء الله. انا سعيد جدا بمقابله الدكتور النهارده. محمد والاباط جميعا. وبننوه على ان احنا عندنا الاسبوع الجاي يا جماعه احنا اجازه، بس ان شاء الله الاسبوع اللي بعديها هتلاقونا معاكم. وانتظرونا، وفي حاجات كتير جدا جدا هتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، وهاب نيو يير. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. شرفتنا يا دكتور، نورتنا. نورتونا. تسلم. نورتونا. سلام. نورتنا يا دكتور. سلام.